الحرمان من أهم عوامل تشكيل العقد النفسية. لاحظوا انطلاقا من هذه النقطة الدور الكبير التي لهذه المساجد. كم من الناس المحرومين جاءوا إلى هذه المساجد وخفف من حرمانهم، رأى أن الناس يشاركون معه ولو بمقدار. هذه المساجد كم من الناس المحتاجين قضت حوائجهم. إذا واحد يفكر يجد أن هذه المساجد لها دور اجتماعي مهم جدا، يعني نوع من الأمن الاجتماعي تعطيه هذه المساجد.